اهلا وسهلا بحضراتكم، معكم مستر بيتر زكريا، ونستكمل معكم سلسله فيديوهات شرح منهج الماس لجريد 1. Lesson 91 Part 1 56 minus 20. النهارده نتعلم ازاي نحل المساله دي باكتر من طريقه. First way، انا عندي هنا 5 tens و 6 ones، هكنسل 2 tens يبقى هيتبقى عندي 3 في التنس و 6 في الوانس، يبقى الناتج هيكون 36. Second way، start at 56 and move up 2 rows because each row is 10. You will reach number 36. دلوقتي هنحل المسألة بطريقة مختلفة. أول حاجة هنعملها line up the tens and the ones of the two numbers. تاني حاجة subtract the ones column first then the tens column. ركز معي، احنا كان عندنا two numbers عبارة عن 56 minus 20. أول حاجة هنكتبها هنكتب number 56، طبعا ال 5 في التنس وال 6 في الوانس. minus 20 minus 20 ادي minus 20 زي ما احنا عارفين ال 2 في التنس وال 0 في الوانس. بعد كده قال لك subtract the ones column first، فين ال ones column؟ اهو هنعمل subtract، يبقى هنا 6 minus 0 equal 6 minus 0 equal 6. بعد كده then قال لك ايه؟ subtract the tens column، يبقى 5 minus 2 5 minus 2 equal what؟ 5 minus 2 equal 3، يبقى اكتب هنا 3. يبقى انا عندي هنا 56 minus 20 equal 36، يبقى النمبر طلع عندي 36. عندي هنا 48 minus 30 برضه هنطبق نفس الكلام، يبقى 8 minus 0 equal 8 و 4 minus 3 equal what؟ equal 1. يبقى عندي هنا 48 minus 30 equal 18. أنا عندي هنا 83 minus 40، أيوة ال ones تحتي ones وال tens تحتي tens. بعد كده هقول 3 minus 0 equal 3 و 8 minus 4 equal 4، يبقى 83 minus 40 equal 43. أنا عندي هنا 97 minus 60، 7 هي ال ones وال 9 هي ال tens، 60 0 هو ال ones وال 6 هي ال tens. فهنقول ايه؟ هنقول 7 minus 0 equal 7 و 9 minus 6 equal 3، يبقى 97 minus 60 equal 37. هنا انا عندي 78 minus 50، يبقى على طول 8 minus 0 equal 8، 7 minus 5 equal 2، يبقى 78 minus 50 equal 28. دلوقتي انا عندي مجموعة من المسائل وعايزين نعرف نحلها ازاي. هنا عندي 74 minus 40، يبقى 4 minus 0 equal 4 و 7 minus 4 equal 3، يبقى 74 minus 40 equal 34. تعال نشوف واحدة كمان، 82 minus 70، 2 minus 0 equal 2، 8 minus 7 equal 1، يبقى عندي 82 minus 70 equal 12. 99 minus 80، 9 minus 0 equal 9 و 9 minus 8 equal 1، يبقى 99 minus 80 equal 19. تعال نشوف واحدة كمان، 47 minus 10، 7 minus 0 equal 7 و 4 minus 1 equal 3، يعني 47 minus 10 equal 37. تعال نشوف آخر واحدة، 67 minus 30، 7 minus 0 equal 7، وعندي 6 minus 3 equal 3. احنا اخدنا مسائل كتير على الطريقة دي، تعال بقى نتعلم طريقة جديدة. دلوقتي انا عندي 56 minus 20، طيب هنا 56 فين ال ones وفين ال tens؟ 6 هي ال ones وال 5 هي ال tens، 20 ال 2 tens وال 0 هو ال ones. هتعمل ايه؟ قال لك في الأول شوف الوانس وعالوانس،
ادي عندي 6 و 0 دي وانس ودي وانس يبقى اقول 6 minus 0 equal 6. بعد كده التنس مع التنس 5 minus 2 equal 3 يبقى عندي هنا 56 minus 20 equal 36. تعال نشوف المسألة دي 85 minus 60 نفس الكلام ودي الوانس للوانس ودي التنس للتنس وابدأ بالوانس 5 minus 0 equal 5 بعد كده 8 minus 6 equal 2 يبقى عندي هنا 85 minus 60 equal 25 عندي هنا 79 minus 40 equal what طبعا الوانس مع الوانس والتنس للتنس يبقى عندي 9 minus 0 equal 9 وعندي 7 minus 4 equal 3 هنا عندي 98 minus 30 برضو هعمل نفس الكلام هودي الوانس للوانس والتنس للتنس يبقى 8 minus 0 equal 8 وعندي 9 minus 3 equal 6 يبقى عندي هنا 98 minus 30 equal 68 وبكده يبقى وصلنا لنهاية شرح درس النهاردة اوعى تنسى تعمل لايك وشير الفيديو ولو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبه في التعليقات اسفل الفيديو او من خلال التواصل معه مباشرة من خلال الموقع الشخصي موقع ماس فور يو